في التقرير نجمتنا هي مروه عبد المنعم، من الوجوه الطيبه الجميله واللي ليها بصمه في الدراما وفي السينما من اول ظهور ليها في مسلسل ام كلثوم، مرورا بمشاركتها في اعمال مهمه زي يوميات زوجها مفروسه، زي عمر وسلمى، وصولا لانجازاتها على خشبه المسرح سواء قدام يحيى الفخراني العملاق الكبير في الملك لير او في مسرحيات كتير هي عملتها زي سنو وايت وعصابة الأقزام، وفازت فيها بجائزة أحسن ممثلة. هي نموذج مختلف جدا للناس اللي بتحب التمثيل بجد، وأحلامها ملهاش حدود، لكن طول الوقت ربنا بيحطها في اختبارات وبتتعرض لمحن كتير، تقريبا لحد ما هي شبه متوقفة عن التمثيل، لكن في المقابل هي كانت إيجابية جدا لأنها بدأت تعمل نشاط على السوشيال ميديا علشان الناس طول الوقت تبقى شايفة إن هي موجودة، وكمان معاها ولادها فالناس حبتها كده على بعضها، بس هي نفسها كمان تشوفها في الشاشة كممثلة. ورغم أنها بتطلع ترند وكانت ترند الفترة اللي فاتت، إلا أنها برضو وحشتنا في التمثيل، وإحنا سعداء أنها قبلت الدعوة ونورتنا في استوديو ستات على النهار. كل السعادة والامتنان بوجودك يا مروة. أنا اللي سعيدة جدا جدا، وأهلا بيك يا مفيدة. أهلا وسهلا بيك يا مروة، نورتينا وشرفتينا. الله يخليك. وزي ما سوير قالت يعني أنت مثال أنا بعتبره للست القوية المكافحة الفايتر. أنا هبتدي من الآخر مش هبتدي من الأول. أصعب حاجة في الدنيا أنك أنت تصحي الصبح كل يوم لابسه مسدسك، قناع الشجاعه، قناع الشجاعه. او انك انت عارفه ان انت اليوم مش هيعدي غير بفايت او بمصابره او بانك تزقي حاجه، ده في حد ذاته صعب جدا. بصي انتوا ستات طبعا، ودي قعده ستات، واكيد فاهمين وعارفين كويس جدا مسؤوليه اي ست مصريه، وخاصه ان هي تبقى لوحدها مع الولاد. فكرة ان انت لازم غصب عنك لازم تبقى قوية، انت مكتئبة داخليا ولا، ومش من حقك ان انت تظهري هذا الاكتئاب لولادك، لازم تبقى قوية قدامهم. ده لوحده حرب، يعني دي لوحدها حرب. جهاد. ما عندكيش طبعا جهاد. ما عندكيش حرية، ما عنديش ثقافة ان انا ازعل اقفل على نفسي اوضتي اكتئب اسافر شوية مع نفسي، اللي هو الرفاهية دي مش موجودة، دي مش موجودة اصلا. فلازم فكرة ان انا يعني انا متضايقة. بتعمليها ازاي؟ ايه؟ بتعمليها ازاي؟ بعملها ازاي؟ يعني بتعمليها من بدري مش من سنة ولا اتنين، وانس ده فترة طويلة قاعدة ده في دماغك. طبعا انا ما عنديش رفاهية اني اقفل على نفسي الأوضة او الانهيار، رفاهية الانهيار. طب كنت بتعمل ايه؟ ده لوحده بيتعب قوي مفيد. أيوة ده لوحده متعب. احكي لي عملتي ايه عشان تعدي اليوم بيومه قدام ولادك وقدام الاخرين. بس انت عندك طريقتك في الانهيار، انت لسه بتقولي هو انا برايحه انام. انت بتنهاري مع نفسك وبتعيطي، بتعملي ايه في اللحظات دي وانت مع نفسك؟ انا لما احب اعيط اولا ما بعيطش في بيتي، لان في عندي مراقبه بتاعتي لي، يا ماما في ايه يا ماما، مش عارفه يا ماما، عايزين ناكل عايزين بتاع، بقول لهم انا نازله رايحه اجيب حاجه من بره، وامسك عربيتي وامشي في الشارع واقعد اصرخ بقى واقفل واعيط وكده. يعني دي تحس ان انت خرجت الطاقه مروه بس وارجع. من كام من قد ايه وانت بتكافحي في الحياه، يعني ايه اللي حصل؟ ايه انت صحيتي لقيتي نفسك ما بتشتغليش؟ مفيش حد مفيش حاجه في الدنيا، مفيش مورد، ايه اللي حصل؟ بصي هو انا الدروب بدا عندي من بعد الثوره كده. اوكي. من 2016 من 2016 لحد يومنا هذا، و ما بقاش في اقبال قوي على الشغل. مش عارفه السبب، مش عارفه هل فكره القضيه اللي حصلت دي ومشكله البنت اللي كانت بتشتغل عندي وتوفت من بعديها والدنيا وقفت خالص. بس انت خدتي براءه والدنيا كلها برأت والبنت قضاء وقضاء، يعني خلينا البنت استحمى وتوفت. خلينا نقول
يعني ان الاعلام ما وجهش جامد جدا، وما كانش في فكره السوشيال ميديا منتشره قوي، ده وما الحمد كانش لله في ان ما الوقت. كانش في السوشيال ميديا، كانوا يعني لا بس على كانت على باب هتبان زويلة. اكتر. يعني دلوقتي في موضه اسمها الترند، براءتك كانت هتبان كانت اكتر. براءتي هتبان. وقتها ما كانش في موضوع السوشيال ميديا والترند واخبار، فوجهوا قوي على القضيه، لكن طيب ساعه البراءه بص طيب الحمد لله انت ومحدش قال براءة، حاجه انت خالص.